أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في استوديو مساء الخير، حيث مازال يشرفني الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ طارق، هل ما يحدث في أمريكا من وجهة نظرك في هذه الانتخابات، هل بتشوف أنه هو هيزيد المواطن الأمريكي فخرا بديمقراطية بلاده، ولا هيبتدي يفكر بأنه بجد في خروقات، بجد في إحنا كمنطقة عربية بنضخم برضو من الحوادث القليل؟ يعني لما يكون لغاية دلوقتي أول مرة في تاريخ أمريكا 150 مليون ناخب، ده موضوع يعني برضو لما يحصل معاه يعني 1000 حالة مثلا فيها ميتين، ولا مش هو ده اللي هيعمل الفرق ما بين 264 نقطة و 214 في المجمع الانتخابي؟ لا، وده مصدر فخر وفخار. إن لم يكن هذا مصدر فخر وفخار لأي ناخب أمريكي، فأنا يا فخر منك براءه. طبعا وفي دي معقل الديمقراطية، أكبر دولة في العالم بتعطي نموذجا ودرسا لأنه لهذه السخونة والإثارة لآخر لحظات. لا أحد، لا محلل ولا استراتيجي ولا متابع ولا مركز يستطيع أن يجزم على وجه اليقين من سيكون سيد البيت الأبيض. يعني هذه الإثارة وهذه السخونة وذلك التواجد، بالعكس ده مظهر صحي، هذا ليس استقطابا وإنما هو نجاح وتواجد للاقتراع. وكل ما هنالك أنه ثمت يعني خلاف في وجهة النظر وتباين، هل الفرز يكون فقط في يوم التصويت في يوم الانتخابات، ولا من المفروض أن يتم فرز كل الأصوات حتى وإن جاءت متأخرة، حتى وإن جاءت يعني مرجأة فيما بعد يوم الانتخابات؟ هذه هي النقطة يعني الفارقة والمختلف عليها. ولكن في نهاية المطاف، ما فهمتهاش، يعني ايه يعني هل المفروض يبقى كل الفرز في الـ24؟ طب ما دي ارقام رهيبه، ملايين عبر البريد، تمام، هتتفرز ازاي؟ دونالد ترامب يعني ده اللي بيستند اليه ترامب، ان ده اللي بيستند اليه ترامب، ده مش دستوري. ترامب بيستند الى كده، ان احنا دخلنا في يوم تاني، بيقول انت بتجيد تاني بعد 3-4 ايام. لا، انت لازم يكون موقعه في يوم اخرك 3 نوفمبر. موقعه كده، بعد كده ده غير قانوني. بس مفيش، خلينا برضو نعترف ان مفيش هيئة وطنية للانتخاب في العالم تحتمل قدرتها وعدد موظفيها فرز 10 مليون صوت في يوم. ده اللي جيب البريد، ده أمر في منتهى الصعوبة. ليه بقى؟ جائحة كورونا هي التي سببت هذا الأمر. يعني في الانتخابات والاستحقاقات الرئاسية الفائتة كان في ميكانيزم عبارة أنه لما يجي يتوجه الناخب ويضع، على طول بتبقى متواجدة في اللجنة ويتعرف. لكن دلوقتي بقت تتحط، توضع في أي صندوق في الشارع، فيحصل هذا الإرجاء وذلك التسويف. ولكن هذا الخلاف في نهاية المطاف. بس ممكن يستند جوليانو، اسمه جوليانو، جولياني اللي هو المحامي بتاع ترامب، الثعلب الفظيع، والمدعي السابق لنيويورك طبعا. ممكن يستند الى، ممكن يقف في المحكمه ويقول لهم طب استنوا بقى، ما يمكن تيجي اصوات تاني لترامب وما تمش فرزها حتى بعد ما اعلنتوا النتيجه. في النهايه هناك يعني مواعيد تنظيميه، لن ننتظر الى لا نهايه. وايضا في النهايه، هل يعني ان ثبت بالدليل القانوني، وهذا امر صعب، إن لم يكن مستحيلا، هل هذه النتائج ستؤثر على سير العملية الانتخابية وستؤثر على النتيجة النهائية المعلنة لمن هو سيد البيت الأبيض؟ بمعنى أن هذا الفارق الكبير، إنه هل الخروقات دي فاليبل ولا لا، مش قيمة للدرجة. أنا في تصوري إذا يعني ردمت الفجوة، ردمت الهوة ما بين الرقمين. إحنا دلوقتي بنتكلم، حتى لو خدنا يعني 264 نقطة في المجمع الانتخابي، تمام، الخمسين نقطة، خمسين نقطة والأعلى فاضله 6 بس، يعني ما ممكن يكون 50 نقطة وإحنا تحت قوي. فمهما كانت هناك ثمت يعني خروقات قانونية، وكيف يكون للقضاء أن يردم هذه الفجوة الكبيرة؟ إلا إذا حدث نظريا بقى، خلينا نقول أن يرمم هذه الثغرة، عشان أن يرمم هذه نعرم. إلا أن حدث أن توقف جو بايدن، واستمر دونالد ترامب في الانطلاق في الزيادة وحصد الأصوات، وهذا أمر أتصور أنه يعني مستحيل، يعني صعب. نعم، صعب. طيب جدا. عايز أسأل حضرتك حاجة تاني دلوقتي، ال- 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 الوضع بتاع الاتزان اللي هم دايما بيحافظوا عليه، إن الجمهوريين أغلبية في الشيوخ
تمام. والديمقراطيين أغلبية في الكونغرس، وهو ده اللي حصل دلوقتي. يعني قال لنا أستاذنا صفي الدين دياب أنه 49 ل 47 ده شيوخ بقت جمهوريين، 199 ل 189 كونغرس بقت ديمقراطيين. هل ده بيضمن في رأي حضرتك اتزان القرار الأمريكي النهائي، أنه دايما بنقول أنه الرئيس ليه صلاحيات والكونجرس ليه صلاحيات والشيوخ ليه صلاحيات، بيطلع القرار النهائي معدي على كذا فلتر وكذا عقل قبل ما ينتهي في النهاية؟ بالفعل هذا يحدث، هذا يحدث ذلك الاتزان وبين الأجسام السلطوية أو بين مؤسسات الأمريكية الحاكمة. أي. عندما يكون مجلس الشيوخ مسيطر عليه من قبل الجمهوريين. أي. فيستطيعون أن يرسموا وتتسق سياساتهم مع البرامج الخارجية والملفات الخارجية لرئيس الدولة. وأيضا مجلس النواب له كلماته فيما يتعلق بإقرار الميزانيات، واستطاع أن يضع العصا في عجلة ترامب فيما يتعلق ببناء سور ما بين يعني المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يعني وقفوا له بالمرصاد نتيجة الأغلبية. كمان الكونغرس بيبقى له كلمة عليا في حدوتة المعونات والاتفاقيات والقروض. نعم. فدي برضو يعني كل ما هو مالي في يد الكونغرس برضو خفض شوية، بس ما قدروش يقنعوا ترامب. وحضرتك برضو حلل النقطة دي، رغم ان هم ديمقراطيين ما قدروش يقنعوا ترامب ان هو يعني على لو مدينا الخط على استقامته، يعني انه عمال يوفر لامريكا وينسحب من الاتفاقيات الدوليه اللي هي مهمه بالنسبه للعالم، زي اتفاقيه باريس للمناخ وزي الامم المتحده وزي الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه. هو في النهايه هو صراع، هو في النهايه بشر. هو يعني دلوقتي كوفيد 19 او كوفيد 19 اللي بيرددها يعني ليل نهار الديمقراطيون وجو بايدن. أنت عندك بالعكس بقى، يعني دونالد ترامب بعد جذبه هذه الاستثمارات المهولة، يعني ما قبل كورونا، يعني شوف هذه المليارات، كان نجاحه هيبقى فظيع، كان هيبقى يعني فظيع كمان، مش هيبقى مؤهل. وفر ملايين، ساحق يعني، خلق وأنشأ من العدم ملايين فرص العمل للأمريكيين، جذب الاستثمارات، يعني حلب يعني آلاف مئات المليارات من الدولارات. يعني فسياساته الاقتصادية، الجملة اللي حضرتك كنت هتقولها، حلبة دي حلبة دول الخليج. نعم. ب60 مليار، بكام؟ ب 500 مليار دولار، يقرب نعم 500 مليار دولار. هو رقم ضخم. اذا هو راجل، يعني هو رجل، يعني هو اسطوره في 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 هذا المضمار. لذلك كان المحللون يتوقعون يعني ايه، يتوقعون فوزه، لكن جاءت جائحه الكورونا لتصبح ليست جائحه كورونا وانما جائحه الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، جائحة ترامب. التي وجائحه ترامب التي يعني قلبت الامور راسا على عقب اول موازين. لكن خليني اقول لك حاجه دلوقتي، يعني كانوا بيتهموا ترامب اول ما طلع ان هو مش سياسي خالص، وده يعني اتس نوت بوليتيكال. كل الردود بتاعته طبعا ما كانتش فيها الكفر، مش كفر سياسي. وما يجب ان يقال في التلفزيون وفي الجرايد، هو الراجل بيقول كده وهي كده، والمعلم ترامب قال هي البلد العالم كله هيمشي بالطريقه دي، وقالوا ان هو بيحكم العالم من على تويتر، وقالوا ان هو مش سياسي. لكن قدرته على جلب هذه المئات من الألوف من الوظائف وتقليل نسبة البطالة لأول مرة في تاريخ أمريكا بعد مدة طويلة، والاقتصاد اللي اتحسن، مش ده بيقول ان هو برضو سياسي شاطر، لانه قدر يقنع العالم كله بتوفير فرص العمل والفلوس دي؟ هو طبعا هو كان قائدا للتغيير، قائدا للتجديد، ويعني بيقولوا انه رجل عقارات وملوش علاقه بالطبقه السياسيه، غير بايدن اللي قديله 47 سنه في العمل السياسي. أي. لكن اللي جاي من خارج العمل السياسي ده والطبقه السياسيه استطاع ان يصنع وينجح فيما اخفق فيه الاولون والاسبقون وقدرته والسياسيون، وقدرته الفذه على الانطلاق، على التجديد، على الوصول الى صفقات. وحتى هو في ديناميكيه كبيره مع الديمقراطيين، الوصول قدرته الى الوصول الى حلول وسطى، وان اخفق بيعمل الاوامر التنفيذيه لينفذ ما يريده. انا عايز اقول يعني في نقطه مهمه سريعا، اؤكد على الاتي، اؤكد على ان هذا الرجل
كان لا يكترث إلا بجلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وهو رجل الانسحابات ولا يعنيه من قريب أو بعيد أي مسائل لا تعنيه علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. كل ما يعنيه أن على الاتحاد الأوروبي أن يدفع فاتورة كما يدفع فاتورة الغاز، عليه أن يدفع فاتورة أمنه، أن أوروبا على الخليج عليه أن يدفع ثمن الحماية، أن يجذب مزيد من الاستثمارات، أنه فيما يتعلق بالاحتباس الحراري وهذه الأمور هو شيء يراها طرف وأمور يعني فلسفية بعيدة. هو يوفر فرص العمل، أعمال في الفحم، بس أعمال في البترول. خد بالك هو وقف برضو في قمة المناخ رغم انسحابه من اتفاقية باريس، وقف وقال إحنا أقل دولة في العالم في الانبعاثات الحرارية. هو بيقول كده، بيقول يعني إحنا أقل دولة. يعني هو بيقول إن أنا بشتغل على أهدافكم بس بطريقتي من غير الفلوس الكتير اللي بتاخدوها. تمام، فأنا ما أدفعش بقى، أنا ما أدفعش ليكوا يا صين، أنتوا اللي بتلوثوا أكتر وبسببين ثقب الأوزون بيتسع أكتر وأكتر والاحتباس الحراري، وأنا ما أدفعش كده. فهو إن كان يعني أنا عايز ألخص الجملة التي يعني تفرق ما بين المتنافسين رغم أي نتيجة، إنه بايدن هو وكأنه يقود الكساد، الإغفال، الإغلاق، الخوف والرعب من كوفيد، لكن العكس الانتعاش والانطلاقة الاقتصادية هي كانت يعني عنوان ترامب. طيب ده في تحليل حضرتك لكيف تعامل ترامب مع جائحة كورونا، وكيف كان يتعامل بايدن لو كان هو الرئيس الأمريكي، أو كيف سيتعامل لا قدر الله مع موجات جديدة من هذا الفيروس أو غيره. لكن خليني أسألك، لو نجح جو بايدن، مش ده يعتبر يعني تراجع من المواطن الأمريكي رغم كل هذه النجاحات الداخلية؟ ومعروف المواطن الأمريكي ما بيهموش غير جيبه وصحته. نعم، ده تراجع من المواطن الأمريكي إلى أنه حس أنه يعني مكانة الرئيس الأعظم في العالم تحتاج إلى حد بحجم جو بايدن، والهدوء اللي يبدو على وجهه هدوء ربما السن. يعني هسمع منك إجابة السؤال ده، بس أرحب بالأول بضيفي عبر ماسنجر بروفيسور فواد عودة، نقيب الأطباء الإيطاليين والمهتم بالانتخابات الرئاسية لأمريكا. مساء الخير سيادة البروفيسور. مساء النور، مساء الخير للجميع. يعني كنت بس باخد إجابة من ضيفي، وحكون مع حضرتك حالا أسمع إجابة مقتضبة على السؤال الأخير. يعني فيما يتعلق بالفعل كان في ثمت عوامل بتسترع، يعني العام يعني القلق الصحي والقلق على الممارسة الديمقراطية والصورة الأمريكية والهيبة الأمريكية والقلق الاقتصادي. صح. وتصور أن الأمريكي صح. يعني غلب القلقين الأولين. طيب بروفيسور فواد، عايز أعرف عند حضرتك في إيطاليا ما هو صدى الانتخابات الأمريكية؟ هل تتابعون الشاشات؟ هل تشعرون ثمت تغير في علاقتكم بأعظم دولة، ولا المواطن الإيطالي زي ما قالت بعض الدول ومن ضمنها إيران ولو أنها بتكذب طول الوقت، يعني فكرة أنه مش فارق معانا مين يجي وإحنا يهمنا العلاقات الاستراتيجية وزي ما هي مع دولة مؤسسات مش مع شخص؟ بالنسبة لهذا السؤال، اليوم احنا جميع التحليلات السياسية بتدخل فيها اخرى ازمة كورونا فيروس. يعني اذا واحد بده يعمل رأيه من ناحية سياسية، معروف ايطاليا علاقتها مع امريكا من سنين وهي علاقة جيدة، واغلب السياسيين في ايطاليا اليوم صرحوا ومبارح نفس الاشي انه اي رئيس يربح احنا لازم نستمر بالعلاقة مع امريكا. بس في نفس الوقت لابد ان نذكر في احزاب متطرفة يمين هي كانت تشجع ترامب قبل الانتخابات، وفي نفس الوقت في احزاب يسارية والحزب الشيوعي الايطالي الديمقراطيك يشجع ضد ترامب. ليش ضد ترامب؟ لأنه ترامب للأسف فشل سياسيا في مقاومة كورونا فيروس، فشل سياسيا بالنسبة للعلاقة مع الدول العربية والإسلامية. أنا يعني كطبيب وكرئيس النقابة برحب في أي رئيس بربح، بس في نفس الوقت لازم نقول إنه كل رئيس حاكم في أمريكا ودولة عظيمة مثل أمريكا لازم تعطي يعني في اطمئنان للشعوب، تتكلم على السلام،
تتكلم بالحديث بين الأديان، تتكلم بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للعمل. عشان هيك أوروبا منقسمة ضد ومع ترامب بالنسبة للحزب اللي هم تابعين له. الحكومة رسمياً تصرح، لأنه بتقدرش تصرح شيء ثاني، إحنا نرحب في كل رئيس، بس الحزب يصرح إنه أنا مع ترامب أو مع ضد ترامب. هاي الـ الأغلبية. وإحنا بنتأمل إنه اللي بيربح الانتخابات يغير السياسة الاقتصادية والحديث بين الدول العربية، مع الدول العربية والدول الإسلامية وجميع الأديان عنا في الدول العربية بشكل إيجابي، ولا يتهجم على الدول العربية وعلى الديانات وعلى الديانة الإسلامية. طيب عايز أسأل حضرتك بروفيسور فواد عن يعني هل أنتوا شايفين أنه مسألة تجاوز عدد الناخبين 160 مليون لغاية دلوقتي لأول مرة في تاريخ أمريكا من قرن من الزمان، هل ده يعني مبهر ومدهش بالنسبة لكم؟ أنا بالنسبة لي مدهش، وشايف أنه يعني أتمنى أنه شعب بلدي يوصل في يوم من الأيام أنه يقبل بهذه الطريقة على صناديق الاقتراع، ويؤمن أنه صوته هو الفاعل الأكبر في تحولات سياسية في بلده وفي العالم. رأيكم إيه في إيطاليا؟ نعم، إحنا بنفكر ودائما بنرحب أنه وإذا الشعب بينزل وبينتخب في نسبة عالية معناته في ديمقراطية، ومعناته في احترام للرأي، ومعناته كل شخص بيطلعش على التلفزيون فقط يقول أنا ما بديش أتدخل في هذا الأمر، معناته في تدخل. وحسب رأيي فشل مقاومة كورونا فيروس سبب من الأسباب إنه الشعب الأمريكي، لأنه في عنا أطباء كثيرين في أمريكا ومتابع الانتخابات من أول يوم مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية ومع جميع الأصدقاء، إنه كثير من الانتخابات اليوم بكررها نتيجة كورونا فيروس والصحة. ليش في أمريكا؟ إحنا بنعرف إنه نظام الصحة يختلف عن الدول الأخرى. عشان الواحد يروح على غرف على المستشفى لازم يدفع، فيش عنده مثل في إيطاليا ولا في أوروبا إنك تقدر تروح على المستشفى. هذا ناس كتير مش مبسوطين من ناحية طبية وصحية من نظام الصحي في أمريكا. صح. بشكرك جدا سيادة البروفيسور فواد عودة، نقيب الأطباء الإيطاليين والخبير السياسي، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر ميسنجر. وأعود لضيفي في الاستوديو في سؤال ربما يكون هو الأخير، ماذا لو رفض ترامب تسليم السلطة؟ وهو كان لوح ببعض التصريحات من هذا القبيل، وأنه لو الانتخابات ما جاتش نتيجتها في صالحه أكيد يبقى فيه تزوير، هل يظل في السلطة حتى يثبت يعني هذا التزوير؟ الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، تداول السلطة أمر حتمي وشيء مفروغ منه. هذه هي كارثة ومشكلة ويعني الخطيئة الكبرى لوسائل الإعلام التي روجت. يعني دونالد ترامب لم يقل هذا، وإنما كل ما قاله أنه لو لم أنجح لابد أن ثمة شيء خطأ أو تزوير حدث، هذا ما قاله ترامب. فيعني غيرت اللهجة وغيرت الكلام وأخرجته من سياق وسائل الإعلام، وقالت أنه لن يسلم السلطة، وكأنه يعني في دول من الدول المتخلفة. ولكن في النهاية كأنه صراع مسلح. وكأنك وهذا بعيد تماما عن الواقع. وعايز أؤكد في نهاية اللقاء الآتي، أؤكد أن رغم براعة ترامب ورغم إمساكه بقوة للورقة الاقتصادية، ورغم أنه كان إن كان بايدن بيقول كوفيد 19 فترامب كان بيقول طز 19. إيه طز 19؟ يعني طز في كل الاتفاقات، حرب تجارية، تعريفات جمركية، خروق، يعني كل الاستثمارات حتى وإن لوثت البيئة، طز في كل حاجة لا توفر الفلوس والدولار في الجيب الأمريكاني وتخلق له خلقا وإنشاء فرص العمل وتجذب الاستثمارات. فهو ولكن رغم كل تلك النجاحات، مشكلته وكارثته وهذا الفارق الكبير ما بينه وبين بايدن نتيجة لعدائه لوسائل الإعلام. وسائل الإعلام لا يمكن أن تعاديها، وسائل الإعلام التقليدية لعبت لعبتها، بل بالعكس
انه عاد وسائل الاعلام غير التقليديه، انه عاد مافيا وادي السيليكون وتويتر. عندما تعادي مافيا وادي السيليكون، انت تعادي جوجل وتويتر وفيسبوك وكل تلك المنصات الالكترونيه الفاعله. خليني اقول لك انه هو مش هيبقى خسران قوي، لانه هيعود امبراطور للمنظمه بتاعته، منظمه ترامب. يعني حاجه انا لما وقفت تحت برج واحد من ابراجه ما صدقتش يعني. لكن برضو عندي سؤال، طالما عندي لسه دقيقه ونص كده، هل النقط اللي تم طرحها من قبل جو بايدن في مناظراته مع ترامب، إذا كسب جو بايدن في رأيك هيعمل على مثلا مقاضاة ترامب من خلال الضرائب؟ هو اتهمه بأنه هو ما بيدفعش ضرائب، وأوباما التاري أو قال الضرائب اللي كنت بدفعها بشبابي قد اللي بيدفعه ترامب دلوقتي رغم فارق العملة. هل ممكن، ولا ده أمر حتمي لا يمكن الرجوع فيه؟ سياسة البيت الأبيض أنه لا يساءل عن قرار سياسي فقط، ولا ربما بقى عن خروقات مالية أثناء ما هو رئيس الولايات المتحدة؟ نفس المعاملة التي عامل بها دونالد ترامب لهانتر بايدن، يعني ابن ونجل جو بايدن، فيما يتعلق بفساده وعلاقاته وصفقاته المشبوهة في أوكرانيا وفي روسيا. فنفس المعاملة ونفس الألعاب السياسية. ولكن في النهاية طبعا بطبيعة الحال شخص رئيس الدولة له حصانة فيما يتخذه من قرارات، ولكن كل هذه الأمور لا تعد أن تكون مجرد يعني مناكفات سياسية بتحدث وتحصل ليل نهار في الدول الديمقراطية، كما يعني نعته ونعت ابنه بالفساد في أوكرانيا وفي روسيا وفي غير ذلك من ملفات. أيضا من الممكن أن يعني يطلق عليه الحملات إعلامية تحاول أن يعني تقضي عليه نهائيا وعلى صورته، ولكن في النهاية يعني ثمة حصانة بيتمتع بها رئيس الدولة، وإلا أي رئيس دولة في العالم لما أقدم على تبوء المنصب إن لم يتمتع بهذه الحصانة المفروضة. ماشي، الحصانة دي في فترة ما هو بيتخذ من قرارات سياسية. على العموم أنا بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتني أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا جود حضرتك معانا. وبشكر كل ضيوفي اللي كانوا معي عبر ميسنجر، البروفيسور فواد والأستاذ صفية الدين دياب من نيويورك ومن إيطاليا، وبشكركم مشاهدينا. وأكيد لما نتقابل يوم السبت إن شاء الله في حلقة جديدة من مساء الخير هنكون عرفنا مين هو رئيس أمريكا الجديد، وأنا أتشرف بلقائكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله.